ازيكم شباب؟ معكم حلقة جينا مع ايس تيوب جيمز. شو هنلعب لعبة جي تي اي في، والنهاردة جالي حاجة خطيرة جدا في الريسيرش. طبعا في البنكر بتاعي ممكن يكون في منكم حذر فزر، هيكون ايه هو؟ هنشوف مع بعض. طبعا بيحب لعبة جي تي اي في، ما تنسناش احلى لايك، ويا ريت تشترك معانا في القناة وانت لسه جديد معانا. والموتوسيكل بتاعي ايه رأيكم فيه يا جدعان؟ طبعا ده انا مقلبه، ده مش الموتوسيكل بتاعي، بس انا هستخدمه علشان عايز اطلب عربيه من عربياتي، فما ينفعش اطلب عربيتين او حاجتين في نفس الوقت. فانا دلوقتي ركبت عربيه موتوسيكل مش بتاعي، وخلينا الاول نروح للمحل بتاع الاكل. بصراحه عايز اروح اجيب اكل من هنا بسرعه، لان احتمال مش احتمال احنا هنعمل ان شاء الله مهمه. فخلينا نخش كده في السريع. ازيك يا كابتن؟ هو ما ينفعش ناكل ولا ايه؟ دلوقتي بيقول لك عايزين ناخد حاجه ساعه، وهناخد شويه اكل لان محتاجين اكل كتير. محتاجين اكل. ايوه يا ابني، طلعها لي ساعة دي ولا لا؟ طبعا الدنيا ساعة يا جدعان، فانا عايزها نص ونص يعني بصراحة. فكويس طلبنا كويس شوية اكل، والراجل بيدينا طلبات واسعار يعني معقولة يعني، بس خلينا نجيب الحاجة. خلاص كده هيملى بطننا وزيادة. على فكرة البتاع ده كويس جدا، هو والتاني هو الكولا ده. بس انا كده معايا الاثنين، يعني اعتبر الكولا فل ودي فل، اهم حاجه عندي الاثنين دولار. دي سعرها ممتاز وفي نفس الوقت بتشبع. ايه ده؟ اوه ده انا من غير ما اقصد والله عملت له حركه ان انا عايز اضربه. جالي نجمة وانت يا جدعان. طب خلينا نروح بسرعه على البنكر. انا لسه فلوس كريك مين والله من غير ما اقصد، ريت الولع على طول بعت لي الشرطه. بس الشرطه بعيده عننا واحنا ما عملناش حاجه، ما رفعناش عليه سلاح ولا اي حاجه، فما تخافوش. دلوقتي عايز اروح على البنكر بتاعنا. ايوه حددت البنكر، وخلينا اروح في السريع. وممكن نزمر للشرطه وبتاع. الموتوسيكل طبعا الحمد لله اقدر اسبقهم، خلاص هم كده كده مشوا بعيد عننا. فقشطه، الواحد بقى خبره يا جدعان. يلا شوف 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 الشغل العالي. اوه ماشي على رجل واحده. طبعا عايز اروح في البنكر. قبل ما اخش البنكر هطلب العربيه بتاعتي المدرعه. طبعا العربيه بتاعتي المدرعه علشان لقيت حاجه رهيبه في الريسيرش الحمد لله اخيرا جت، ونفس الحاجة التانية تيجي. انتوا ممكن تكونوا عارفينها، ممكن تكونوا يعني الحاجة التانية والحاجة الأولانية. فخليني أوصل على هنا. خلاص والله أحلى حاجة يا جدعان مكان البنكر ده 10 على 10. لو أنت عايز بنكر جيبه هنا جنب القاعدة العسكرية. وده جاي منين ده؟ مش النجوم راحت من عليا؟ المجنون ده جاي بيعمل إيه؟ هي الشرطة دي مجنونة ولا إيه؟ خليهم يا عم يجوا يتسلوا. نزوز بقى شفت هنا. أيوه عايزين، أنا عايز أعرف يا جدعان، اكتبوا لي في التعليقات إزاي بيخلي، في ناس بتخلي الموتوسيكل يعني إيه مش بيقف بيه كده، لا ده بيقف بيه لقدام، يعني بيقف على العجل اللي قدام. معرفش بيعملوها ازاي والله، عيال خبيثه معرفش بيدوس ايه ولا بيعمل ايه. تعالى يا عم الشرطي. وقف لي بالعرض. انت قلت لي ينفع تخش البنكر حتى لو الشرطه عليك. هنشوف مع بعض. انا كده كده معايا بصراحه شويه قنابل عايز اجلدهم. جلد الشرطه اللي فين والله؟ فين والله فين؟ كلهم بصوا قدام ماشيين قدام. سيبك منهم يا عم، انت لو وقفت على الجبله دي على طول الشرطه هتروح. خلاص مش هيقدروا يخشوا هنا. عايز ينفع اخش دلوقتي البنكر والنجمتين بتروحوا وبتيجي؟ طب كويس خلينا نخش كده في السريع. والموتوسيكل طبعا البنكر مش هيخلينا اخش بيه لان الموتوسيكل ده مش بتاعي، والبنكر مش بيدخلك بيه الحاجات اللي مش بتاعتك، فاحسن لك ما تخشش بيه. بص اهو متقرب، هو بيقول لك ما ينفعش. ايه ده مين ده؟ ينفع نخش؟ الحمد لله، ده كان لسه ناوي لسه ناوي يجلدني. الحمد لله احنا هربنا منه. ودلوقتي هنخش البنكر، وعايز اوريكم الحاجه اللي عايز اقول لكم عليها. بس كان في حاجه مهمه كنت عايز اطلب العربيه، تصدقوا كنت عايز اطلب العربيه، بس مش مشكله احنا بس اهم حاجه كنا نخلص من الشرطه. هوريكم يا جدعان الحاجه الخرافيه اللي جات لي في الريسيرش. بس صح انا اقول لكم، ايه رايكم في الطقم يا جدعان؟ ايه مفيش كده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ هلا جبت طقم جديد. بس الطقم برضه سعره يعني ايه كويس معقول. فخلينا نخش على الكمبيوتر بتاعنا. انا مش عارف انا عامل انا دلوقتي هشوف بس انا نفسي كويس. عايز اخش بس في الشركه هنا، وهنعمل اول حاجه نقدم في الشركه. ايوه علشان يخلينا نخش ونقدر نشوف الريسيرش يا جدعان. شوف بقى جابت لنا ايه. ايوه يا زعيم خش بقى هنا. يلا انتوا بقى توقعاتكم ايه؟ استنى كده. ده الريسيرش، عايزين نشوف الجديد اللي جاي لنا. طبعا اسلحه جالي، طبعا دي كل الحاجات اللي اتفتحت لي، ودي كانت اهم حاجه يا جدعان. الاي بي سي الاي بي سي، نفسي بقى في الريسيرش التاني. بص كل الحاجات دي اللي اتفتحت لي، فبصراحه دي يا جدعان لو تربطها بالاي بي سي هتبقى معجنه معجنه. يبقى عندك دفاعين جويين يا نهاري. نفسي بقى امنيتي التاني، حلمي يا جدعان اللي الريسيرش ده يتفك لي يا جدعان. ده والله نفسي اتفتح لي. فين وفين رحت فين؟ يلا يا خبيث يلا. طبعا دي الحاجات الانلوك. دي اللي معمول لها لوك. فين 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 فين؟ هو ممكن يكون فوق انا ما خدتش بالي منه. نطلع كده في السريع مره ثانيه.
هو جدعان نفسي في ده جدعان، اخ بحلم بيه واللي عيني شايفاه جدعان. طب خلينا نطلع دلوقتي من البنكر قبل ما نعمل مهمة، عشان عايزين نجرب الحاجة بتاعتنا، بس انا مش هجربها غير لما اعدل عليها. لازم اطلب الاي بي سي، فهكلم الميكانيكي بسرعة اللي هو يجيب لنا ان شاء الله الاي بي سي، ولسه بتلخبط في البنكر يا جدعان فاعذروني يا شباب. بتوه شوية يعني، بتوه حبتين بس احسن من هانجر. يا عم خب السلاح يا عم. نطلع كده من البنكر ونطلب الميكانيك. لازم تطلع بره الاول وتكلم الميكانيكي، تقول له انا عايز العربيه الفلانيه علشان يقدر يبعتها لك، لان انت لو كلمته جوه البنكر مش هيعبرك. فانا راكن عربيتي الثانيه او موتوسيكلي الثاني بعيده، علشان لو الاثنين جنب بعض مش هيبعت لك اي حاجه. هنكلم مش الميكانيكي، هنشوف انا واحد بيبعت، هنشوف كده لو الميكانيكي ينفع يبعت لنا الاي بي سي. رد. الو، بيقول لي عايز ايه يا عم البص؟ محتاج ايه يا بص بص؟ اقول له عايز الاي بي سي. ايوه، بيقول لك يا جاي في الطريق. شوف الموتوسيكل اختفى من على الخريطه. ما هو ده اللي بتكلم عنه. الحمد لله ركنه بعيد، شال الموتوسيكل، اخده ورجعه للشركه في ثواني يا معلم، عشان كده بروقه بالفلوس. ده اللي يستاهل، مش التاني اللي عايز ضرب النار. اوه يا جدعان المدرعه دي طبعا انتوا عارفينها، في بعضكم عارفها، خلينا اركبها هنا. ايوه هي بطيئه بس خرافه، انا مش معدي على اي حاجه خالص، كنت شاريها زي ما هي. بص هتدوس حرف الاتش، تفضل دايس حرف الاتش. طبعا هو ينفع يركب فيها اتنين، او ممكن تركب فيها انت لوحدك ومع نفسك، عيش حياتك. بص بقى الضرب بتاعك، الضرب بتاعك قوي بس تقعد تضرب وتستنى شويه، يعني الضرب بتاعك قوي بس تقعد تضرب وتستنى شويه. فانا هبدل دلوقتي حسد رسول المدرعه. كويس ممتاز، ونخش هنا في السريع، ندخل طبعا المدرعه في البنكر. طبعا هتبقى دي ان شاء الله اقوى مدرعه فيها دفاع جوي على مستوى العالم يا جدعان. والله المدرعات لغايه دلوقتي مسيطره على السيرفرات، يعني لو في ناس اونلاين ولو ركبت الحاجه اللي قلت لك عليها دي الدفاع الجوي الثاني هتبقى معجنه يا عم. خش الدنيا، تحس العربيات هنا مش على، دوس دوس ولا يهمك، تحس العربيه اكبر من الثانيه. بيقول لك هنا تخش انت عادل على العربيه. يلا انا عندي على المدرعه. ايه المدرعه؟ كويس. بيقول لك الارمور هنشوف دلوقتي هتكلفنا فيها. اوه شوف بتكلمك 20,000 يا مفتريه عشان المدرعه. ماشي دلوقتي انا هعمل لها ابجريد لكل حاجه فيها. هنشوف الفرامل اللي فيها هنا ب 27، بيقول لك السبورت، وهنا البريكس اللي هو اللي هو في الشارع، وهنا في الريس. مش عارف والله، بس كلهم شايفهم واحد. خلينا في الاستريت احسن يا جدعان. كويس خلينا في الاستريت، العربيه شكلها هتنص دمي. هتنص دم الحقيقه. خلصنا كده البريكس، وهنشوف دلوقتي الموتور بتاعها. الموتور بتاعها مهم جدا يا جدعان، شايفين؟ بص التوب، بس التوب سبيد زي ما هي انا شايفها ثابته. التوب سبيد هيختلف في حاجات تانية بسيطة، بس نجيب برضو أعلى حاجة، عايزين نجيب أحسن حاجة في السوق. جبنا دلوقتي الماتور، ودلوقتي ال حلو ده أبو 5000. جبنا البتاع، مش مهتم أنا جدا بالحاجات دي. هنشوف الإضاءة، طبعا أنت قلت لي الفرق اللي هي بتنور بالليل أكتر هو الإكسيون ده اللايت، فأنا هختار اللي هو ب 7500. ناقص إيه تاني؟ هنشوف دلوقتي. الشكل بتاعها ده اهم حاجه يا جدعان، بس انا عايز اغير اللون بتاعها بشكل عام قبل ما اغير الشكل ده. شايفين يا جدعان الحركات؟ طب خلينا نشوف ده الليفري. كويس ده هنخليه فور كفرت. تمام. هنا عشان نقدر نرجعها تاني، خلينا احسن نرجعها مره تانيه، فانا هقول له ده بحيث نعمل لها كفر. وهنشوف هنا شكله هو ده. تصدق يا جدعان في حاجه جات لي تاني في الريسيرش، ان انا اقدر احط قنابل يا جدعان، احط قنابل والله ب 100,000 يا جدعان. طب انا عايز اعملها بس ريس بلاي، بس اللون المقرف ده والكروما ده يا جدعان بيجنني والله، بس مقفول. بيقول لك لازم تعمل كذا ريس. طب خلينا في يا نهار، بس ده قوي جدا البلاك ده والله، البلاك يا جدعان شكله خرافي خزعبلي. اعطي برضه على الكروما ولا انتوا شايفين ايه؟ هو سعره رخيص بس بصراحه هياكل من دماغي حتى يا جدعان. شايفين؟ حلو حلو الاحمر كده، حلو الاحمر، بس ده والله الاحمر غالي والبنك غالي. ليه يا ابني؟ يا سلام يا سلام سلم، بس الاحمر شكله ممتاز. وعندك ده اللون ده بس مش عاجبني، تحس انه بهتان شويه. هو اللون الاسود بصراحه. شايف اللون ده كمان عامل ازاي؟ شويه الوان خرافيه. طبعا هتحتار انت، لو مني ومنك هتفضل محتار، هتختار انه ولا انه، بس اللون الاولاني كان معفن بمعنى الكلمه. ده بيقول لك الكاندي ده لازم الليفل بتاعي يكون كام، او لازم اعمل زي ريس وحاجات من دي. وحلو اللون ده كمان، بس للاسف كل الالوان اللي انا عايزها كلها مقفوله يا جدعان. فانا مش هضطر اختار اللون ده بصراحه، واكل من دماغي حته، فاخترنا اللون الاحمر. ودلوقتي بيقول لك الكلاسيك. كويس خلينا احنا في الكلاسيك، احنا خلاص اخترنا الالوان
بعد كده هنرجع لده تاني وهنقعد بقى يا سلام على الحركات. ايه رايكم يا جدعان؟ حلو الازود ده ماشي مع الاحمر ده ممتاز، بس خلينا نبص بصه ابيض. لا ايه ده؟ ده جلد الحمار يا جدعان. وشويه قالوا شوف ده بكام يا جدعان؟ يا حرام يا حرامي. خلينا في ده ده بصراحه عاطي شغل محترم. وبكام؟ ب 20,000 يا ظالمه. خلاص احنا عملنا ده، وبعد كده بيقول لك هنا هنركب البتاعه دي. ماشي نركب ونشوف حوار اللغم ده. طبعا انا جبته ده من على الريسيرش، هنشوفه ده هنستخدمه ازاي او هنجيبه ازاي. وعايزين بقى اهم حاجه نركب اللي قلت لكم عليه. طبعا بيقول لك هنا الاستريت معرفش ايه ومدرك ايه والسبورت. خلينا في الاستريت اللي هي ب 30,000. وبعد كده لسه انا ما قلتلوش، انا مش عايز اطلع يا عم، ما كنتش عايز اطلع. بيقول لك ار يو شور، فهقول له لازم نطلع. طب ما ينفعش ارجع مره ثانيه؟ الحمد لله رجعت زي ما انا كويس. لسه في حاجات ثانيه ما خلصتهاش بصراحه. والتربو بيقول لك هنا التربو يا جدعان، خلي كل حاجه ماكس ان شاء الله. وهنا الويبونز هو ده ب 200,000 يا جدعان يا عمي. بص البتاع المعفنه دي، بص دي يا عم يا جدعان، والله المنظر خزعبلي. حط رسام اوعى تقول انت مليون ولا انا مش الرقم ده كام. 1 2 3 4 5 6 يا جدعان يا ناري. وهنغير الكاوتش بتاعنا، هنغير الكاوتش بتاعنا، هنخليه كروم. يا سلام على الحركات. استنى كده كويس، خلينا يا جدعان ممكن نغير الكاوتش بتاعنا زي ما احنا عايزين. انا مش شايف الكاوتش هيفرق معانا كتير، بس هو ممكن بس المنظر الخارجي. نشوف ده عامل ازاي. حاجات سنه ينفع عارف فين العربيه؟ طب ما تقول لي يا عم، ده نسيفني عمال اخبط في نفسي كده. ده بكام؟ بس ده مولع، بس هجيبه يا جدعان هجيبه، ماليش دعوه يا عم. وده بكام يا عم؟ بكام ايه؟ مش هيهمنا فلوس يا عم. لا خلي ده وزي ما هو. وبعد كده هنخش هنا، انا عايز اطلع خالص. هنشوف الالوان بتاعتنا. بيقول لك ايه ده؟ سوري ليه يا ابني ما ينفعش نغير؟ ما ينفعش نغير. طبعا هنشوف الديزاين بتاع ده، نعمل ملهاش لازمه الكلمه دي، ايه الهبل ده؟ استنى نشوف ده كده. لا ملوش لازمه برضو. طبعا ده اللون، ده اللون بتاعك اللي انت لما تيجي تامرك بالعربيه يطلع لك لون، فيقول لك الجرين هنا وما اعرفش ايه وبتاع. طب احنا ما ينفعش، ما فيش لون احمر ولا حاجه وما ينفعش نستخدمه او نشوفه؟ ملوش لازمه يا عم. انا ممكن اخليه الجرين، خلي ماشي الجرين، ماشي حالك. الولا قاعد بيصوصو بيقول لك اوه سويت سويت ايه ده، انت لسه هتشوف العجب. بيقول لك هنا الويندو كمان نقدر نغير الشباك. استنى، والشباك كان عامل ازاي؟ كده وكده وكده. انا مش شايف اختلاف يعني، بس يعني ممكن نخلي يعني كده ممكن يشوفونا وكده زي متقفل متفايبر. خليه يا عم متفايبر، مش عايز اشوف حد ولا عايز حد يشوفني. هنا الويندو كويس. انا كده خلصت بصراحه العربيه، بس انا مش عارف الكاوتش. انا اعتقد الكاوتش يا جدعان ضد الرصاص او ضد الطلقات، لان ما كانت هنا بيقول لك النوع بتاعه كويس. مفيش، انا شايف انا ممتاز يعني، ما فيهوش حاجه نقدر تغير حاجات تانية. والكلر خلاص تمام. وهنا هنشوف ديزاين ايه بيقول لك ايه؟ بروف زيز ووز مش عارف ايه، ضد اللي مش عارف ضد حاجه او كده، والله ما عارف يا جدعان اعذروني بقى، الواحد في الانجليزي بطيخه. هنعمل نخرج بره البنكر خالص. ماشي خلينا نطلع بره البنكر. وبعد كده اقول يا جدعان مضرعه فظيعه، بس انا عايز اجرب حاجه، عايز اضرب طلقه كده على العربيه بصراحه، على الكاوتش قصدي. شوف بس الكفر بتاعها ضد الرصاص ولا لا؟ خرافيه يا جدعان، انا خايف اجرب البتاع دي يحصل لكم حاجه، فانا هخش الاول يا عم على المهمه. يا رب تفضل موجوده زي ما هي، تفضل موجوده مش بتتحرك عشان العربيه دي بتاعتك. ونبتدي يا جدعان، مش اول مهمه طبعا، احنا عملنا مهمات ثانيه كتير، بس تعتبر بالعربيه الاي بي سي هنعتبرها هنستخدمها بعد التطوير. يا سلام، عايزين نشوف منظرها عامل ازاي. فخلينا دلوقتي نروح على الكمبيوتر بتاعنا. اول ما تخش ما تمشيش قدام، خش شمال في المين. خش شمال في المين، او خليك شمال وخليك مكمل طول. هو المين الكمبيوتر المفروض على ايدي اليمين. ايوه هنا موجود في مكان زباله. طب حطها لنا قدام شويه. هنعمل هنا، بس العربيه برضو لسه بطيئه، فاحنا ممكن بعد كده يا جدعان يعني ممكن لو المشوار طويل جدا ممكن نقصص الحته دي عشان انتوا ما تتخانقوش. وانتوا برضو لو حابين تاخدوا الطريق معايا اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا حابين اكمل الطريق للاخر بعد كده في الفيديوهات الجايه، لان ده احتمال اشيله. فدلوقتي هخلي في السبلاي، وهعمل دلوقتي اللي احنا هنسرق شويه سبلاي علشان نجيبهم للبنكر عشان نجيب الريسيرش.
بس انا تصدق ما جربتش حوار اللغم، والله ما جربتوش ولا شفته يا جدعان ولا ايه. بس شوف المسافه بس الاول، هيقول لنا المكان ده فين، نركب الاول هنا يا جدعان ونشوف المكان على الخريطه ايه النظام. لو بعيد قوي هو ده في اخر الدنيا، ده ممكن يتعبكم يا جدعان معايا. طب انا عايزاه وانا خليني انا ماشي. والله المدرعه ما شاء الله عليها سريعه يا جدعان، سريعه رغم ان حجمها خرافي. اوه حطيت لغم والله، شوف 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 شوف، لما دوست حرف الاي حطيت لغم والله. طب استنى استنى استنى، انا عايز اجرب اللغم ده. العربيه بتحط لغم يا جدعان، حطت لغم. ده انا هبهدل ده لو في ناس دلوقتي اونلاين تركب البتاع اللي ورا في ظهر العربيه دي تبقى معجنه والله. استنى كده هنزوم كده بعيد وهسمعكم صوت اللغم. استنى كده، استنى يا حبيبي استنى، اهو 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 اهو، بص 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 بص، اوبا. هو ينفع احط كام واحد؟ استنى كده، اوه ممكن احط عدد لا نهايه يا جدعان. شوف 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 شوف، اوه والله يا جدعان ده خرافي. شوف شوف شوف، كله خاف كله مقلق من اللغم. اه اللغم بيجلد يا جدعان، والله اللغم خرافي. صعبني ده، تصدق لو انت حطيت الواحد بيجري وراك بيحاول يعني يدمرك مش هيعرف يعمل لك حاجه. مش هيعرف يعمل لك حاجه، هتبص انت كده وراك تيجي مبلع اللغم. بص التاني هيدخل فيه، بص 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 البعيد هتلاقي حاجه نورت كده. ايوه يلا فرقع يلا، شكله بعد عنه الخميس كنت هتلاقيه منور والله. يلا ما علينا، المهم يا شباب انا حاطع المسافه الضخمه دي اول ما اوصل هناك، وهنستخدم المدرعه بعد التطوير. على فكره المدرعه دي جويه وارضيه، يعني الاثنين يا جدعان ضربنا اربع عصافير، ثلاث عصافير، لان معانا اللغم ومعانا دلوقتي الصواريخ الخزعبليه. خلاص يا جدعان على وشك الوصول، نسيت خالص ان المدرعه بر مائيه. نسيت خالص يا جدعان والله، واللغم ده والحاجات دي هيعمل فيها شغل واداء محترم. فخلينا نكمل، يعني انت تخش على البحر ولا يهمك اي حاجه، والعربيه دي تقدر تستحمل حوالي خمس بوازيك، والالغام اللي بتحطها اخرك تحطه، ما ينفعش اختصر الطريق من هنا. اوه يا لعبك، ممكن تعديها والله تعملها والله. لا 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 والله تعملها، يخرب بيتك مجنونه وتعمل. يا لعبك يا سلام، عملتها والله. طبعا العربيه دي اخرها خمس الغام يا جدعان، وبصراحه عربيه خرافيه. يعني انت لو عايز تشتريها اشتريها كمدرعه بقلب، يعني غير كده لا ما تشتريهاش، يعني هي كمدرعه فظيعه، احسن مدرعه بصراحه شفتها للاي بي سي. ممكن يكون في مدرعات تانية احسن، بس انا اللي مرتاح فيهم جدا الموتوسيكل، كموتوسيكل اللي هو الصواريخ بتاعته دي، بس لو اجيبها يبقى كده 10 على 10 كفايه، يعني فلوسه بصراحه يستاهل واكتر. واحنا اختصرنا الطريق جدا جدا جدا، والمدرعه ماشيه معانا بطريقه ممتازه، وعمال اختصر من هنا ومن هنا وما شاء الله عليها. انا قلت لا يا لعبك يا لعبك، نحط لهم لغم هنا. هتلاقي انفجارات بعدها بعد شويه. يلا نوصل المكان، الحمد لله احنا خلاص على وشك. والله انت ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ايه اشوف كده على الخريطه، والله احنا خلاص احنا قربنا. بيقول لك كده المفروض، بيقول لك بوينت لوكيشن ازاي، اه بيقول لك حدد حدد الحاجه بتاعتك بالجي بي اس. هو عايزني بس الاول اروح هناك وبعد كده، ده الموظف بتاعي بس اللي هو موجود في البنكر، اللي هو بيساعدني في البنكر. هو ينفع ينفع اختصر طريق مننا، بس على فكره لو نزلت مش هعرف اطلع، لان في زي طلعيه كبيره، فالعربيه اكيد مش هتعرف تطلع كل الطلعيه دي. فخلينا ناخد الطريق من هنا احسن، وهنشوف هنلف ازاي. ولسه ناقص عندنا حوالي 19 دقيقه. شفت الفرق بين المطار التاني، المطار وهنا البنكر؟ البنكر بيديك وقت بالزياره، ده التاني تخلف والله. نوع بالطيارات ده يا عم، اقول لك بالطياره هتنجز، فنديله 20 دقيقه من اول خالص. يا مفترين يا ظلمه. يلا جاهزين يا جدعان، ربنا يسر. يا رب يكونوا الاعداء، افتح على الباب يا رب يكونوا الاعداء واقفين من بره. اهو ده لسه الشرطي هيجي يشوف مين. يا عم امشي يا عم. اه تصدق انا ممكن افجر زي حاجات، هنشوف المهمه المطلوبه مننا بيعمل. اوه كل دول يا جدعان، بس الخبث قاعدين هنا. طب نجرب فيه من اول واحد، ده نجرب فيه الصاروخ. اوه ده لسه هيجيبوا طيارات وكده. طب خلينا نفجر المكان ده، ممتاز. انا شفت السبلاي على فكره، بس هشوف بس مكان الطيارات. هي فين الطيارات؟ عايزين نجرب المدرعه عليها. اوه يا جدعان شفت، اوه يا جدعان والله المدرعه خرافيه. عذر استنى، ايوه لا لا مشكله، الطياره بتطير بالخبيثه. استخبى تعالي، ايوه مش عارف، ايوه اظبط اظبطها يا جدعان. المدرعه ممتازه، خلينا نقفل هنا المدرعه. مش عايزني على فكره اخش، استنى ايوه اطلع، امشي 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 بسرعه. بس عايزين ناخد بس الاكل بتاعنا، ما خدتش الاكل بتاعي، فخلينا ناخد السنيكس كويس، واخد الدرع بتاعنا، ما خدتش الدرع، فده حاجه غلط.
هناخد الام، هنشوف دلوقتي الدرع بتاعنا وبعد كده هنلبس السوبر. وعايز اشوف بس مكانهم فين، ما ينفعش ينفع لازم تخش بالسلم من هنا، يعني لازم انزل من المدرعه، ما ينفعش تخش كده على طول. بس حبيبي بس حبيبي عادي نخش لهم ونجلدهم، بس بيستهبل ده صاروخ واحد ينسفه ناس. خلينا ننزل ولا يهمنا اي حاجه. ناخد الرشاش بتاعنا، في رشاش هنا ممتاز. استنى كده اشوف الرشاش اللي انا عايزه. كويس الرشاش ده ممتاز، خلينا نخش خفيف وكويس، بيشيل 30 طلقه. بص عمال يصوصلي يقول لك ده جاي لك اخويا جاي لك ما تصوتش. هم راحوا فين؟ اه في على السلم هنا، في سلم. طب خلينا نطلع السلم بسرعه. ايوه ايه ده بيطلع منين ده؟ لا 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 يخرب بيوتكم والله ما شفته. انزل انزل بسرعه. اخ للاسف يا جدعان ما شفتهمش والله، مستخدم كلهم متقامين في نفس المكان. ماشي احنا كده كده لسه قدامنا الوقت، يعني انت مش مربوط بال والله زي المجانين. استنى استنى خد لك ساتر الاول هنا عشان هم كتار جدا. ايوه تعالى نخلص على واحد واحد بالسنايبر، خلص على فلوش ده. تعالى حبيبي كويس ريحنا الولا، لسه في واحد عايش. تعالى حبيبي كمان، بس كفضلنا المكان لسه في كمان هنا. تعالى حبيبي انت كلكم تتجمعوا، تعالى حبيبي يلا هيد شوت ريحته. في كمان ثلاثه هنا، في واحد هنا كمان مستخبى. هو ده كان نازل لي، في واحد ثاني مستخبي بس انا شايفه اهو. موت يلا كويس ريحناه. في واحد عند قريب من المدرعه وفي واحد ثاني اهو شفته. استنى كده يا جدعان ممتاز. تعالى 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 هيد شوت خلصنا عليه. وفي اثنين عند المدرعه، هما فين؟ ايوه اه كلهم ظهروا دلوقتي. والله السنايبر احسن كتير لان المكان ضيق ومش مخليني مش مديني فرصه ان انا اجلدهم. كويس كده خلصنا على دولك كمان. فين ده كمان؟ تعالى حبيبي هيد شوت. في ناس هنا كمان، في اثنين عند المدرعه بس مش عارف هم مستخبين وبان اهم. ايوه تعالى حبيبي انا انت وزميلك. تعالى تعالى انت ولا ده يعني اقعد نعمل حد يبادي هو بيبص عليه. استنى استنى ايوه هيد شوت يا زعيم. في الباقي نجيب الرشاش بتاعنا بسرعه. جبنا الرشاش على فكره، دول في ناس ما بيخلصوش دول ولا ايه؟ طب خلينا نروح ناخد السبلاي بتاعنا بسرعه، انا فضيت المكان اللي قدام، هما جايين لي من ورا. قشطه نروح بس ناخد السبلاي، وممكن ناخد المدرعه ونخلع ونجلدهم جلد يا جدعان. عايز اعرف بس مكان السبلاي فوق، هي شكلها سده شكلها فوق. طب نطلع السلم الاولاني وبعد كده نبص نعمل اه سده شكلها في المكان ده فوق. نطلع على فكره لو كانت الطياره كانت هتساعدنا كتير، ناخد السبلاي ونخلع. بس انا قلت لا اخش بالمدرعه، المدرعه جميله جدا بس عيبها ليا بطيء. فندخل هنا خلاص طلعنا كده فوق، هي دي السبلاي. اوه شوف لهم كلهم متجمعين هنا، كلهم متجمعين في المكان ده. على فكره ممكن انط في البحر وخلاص انتهينا الموضوع خلاص. بس انا هنزل من هنا شباب، بعد كده هاخد ديك من هنا. في واحد جاي من السلم اهو، في 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 واقفين تحت بيدوروا عليا، خليهم يدوروا. عايزين نروح هنا كده نطه في السريع، بعد كده من على المركب ده هنط هنا، والنطه دي ممكن تموتني. بس ممكن انزل هنا على البحر، وكنت عايز انط على البحر بس ما جاتش معايا ما ظبطتش. عندي المكان ده هنا وكويس الحمد لله. والقلب اللوب بتاعتي راحه في دايه. هنخش على الاكل بتاعنا وبعد كده ناخد شويه سنيكس. كويس كويس خدنا شويه سنيكس ونجري على المدرعه. بس الاكل الدم بتاعي ما بيزيدش، وعايزين ناخد ساتر 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 بسرعه ساتر بسرعه. ايوه ممتاز خدنا ساتر. وناخد دلوقتي لازم تاخد ساتر علشان ايوه عشان دمك يزيد شويه. انا كده كده لبست درع احتياطي. وخلينا نشوف كده العصابه راحت فين. تعالى حبيبي كويس خلصنا واحد. تعالى حبيبي انت كمان، تعالى اخويا كويس خلصنا منهم. في ثلاثه كمان سيبك سيبك منهم، هم جايين لي طالعين لي. تعالى مستنيكم يا جدعان. الدنيا ليلت والمشكله ما قدامنيش غير 13 دقيقه، فانا لازم اروح بسرعه لان المكان بعيد يا جدعان. نخلص بس من ورا ده كمان. ده بيضرب على مين يا عبيد؟ والله بيضرب على نفسه يا عم، ده مجنون من كتر الخوف موت. موت نفسه يا جدعان، سيبك منه يا عم. نركب احنا هنا ونحدد المكان بتاعنا ناحيه البنكر، وشكلنا هنختصرها عن طريق البحر. هو ده المكان اللي بقول لكم عليه، المسافه من هنا عاليه عشان كده مش عايز انط بالمزرعه الاول لان انا كنت هتحشر. فدلوقتي نقدر بقى ننط براحتنا. وجمد قلبك وانزل يا معلم، يا سلام على الشغل العالي. طبعا هاخد الطريق ده لحد اخره لحد ما اوصل للبنكر. الحمد لله على سلامتنا. بصراحه المدرعه خلاص بقت اقوى مدرعه، بس هي عيبها الوحيد البطء. بص المنظر. بص نسف يا جدعان. طبعا لو انت بتلعب مع ناس تانية تجلدهم جلد ده طبعا، وتركب البتاع اللي قلت لكم عليها، فالمدرعه هتبقى بجد خرافيه. جربوا وشوفوا وعلى طبعاً يا عم، شوف تبقى منظرها عامل ازاي. كده الحمد لله احنا حاجه احنا وصلناه. اوه يا جدعان على المنظر الخرافه، طبعا العربيه مركونه. عايز اوريكم بقى حاجه، عايز انزل اول من المدرعه بتاعتنا
كويس والله، منوره البنكر، منوره البنكر يا اختي. بص بقى، لو دخلت هنا على النت كويس، وبعد كده دخلت هنا على الحاجات اللي هي المدرعات وكده، هتلاقوا هي دي على فكره ممكن تطورها، ممكن تطور حاجه اسمها الاير كرافت، تطورها بدل الرشاش ده تحط بدله صواريخ زي اللي موجود على المدرعه من فوق هنا يا جدعان، شايفين اللي موجود فوق ده، تحطه كمان وتركبه في مدرعه من ورا اللي هو الاي بي سي. يا نهار، هتبقى معجنه دي، مش لا نهايه يا جدعان، ليها عدد محدود وبعد كده تقف، والتانية مش عارف هتبقى لا نهاية ولا ايه نظامها، هتبقى بجد خرافية جدا جدا جدا. طبعا شباب انا هقف لحد هنا، لو عجبتك المدرعة مش المهم يا عم، اهم حاجة المدرعة، ما تنساناش احلى رايك، ويا ريت تشترك معانا في القناة وانت لسه جديد معانا، واشوفكم مرة جاية مع فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا يلا سلام.